أحب أسمع تعليقك على تحريك سعر الخبز المدعم من 5 قروش ل 20 قرش. تمام. هو حضرتك زي النهاردة ست رئيس الوزراء قال والدكتور علي مصلحي قال إن الرغيف من سنة 88 سعره لما تحرك وهو 5 قروش. النهاردة بنتكلم في إحنا في 36 سنة تقريبا وهو الرغيف بخمس قروش. طبعا مفيش حاجة قاعدة بالسعر دوت خالص إلا الرغيف، العملة نفسها الخمس قروش دي مش موجودة. أيوه. اللي احنا كنا بنتعامل بيها. فكان لازم يبقى في تحريك في سعره. تمام. التحريك بقى كان امتى؟ قبل كده كانوا بيقولوا كان هيبقى قبل حرب، قبل كورونا، وقبل بعد كده جت كورونا، جت حرب روسيا واوكرانيا، جه بعد كده موضوع غزه، الدنيا بتسلم بعضها من أسوأ لأسوأ. تفتكر كان محتاج تدريج يا استاذ خالد؟ يعني كنا محتاجين نتحرك خطوه خطوه. انا معاك في التدريج، بس الفكره ان برضو النهارده دوله رئيس الوزراء بيقول لك الرغيف ان احنا بنتكلم مكلف الدوله مثلا 100 وشويه مليار في دعم الرغيف. وكان قبل كان 97 مليار للرغيف. النهارده لما بعد الحسبه اللي حسبوها ديت بعد ال 20 قرش اللي هم 15 قرش اللي اتضافوا في الرغيف، من الرغيف بقى 3 اضعاف زياده سعره. وصلنا ل 84%. برضه الدوله بتدعم الرغيف من قيمته 84%. فبرضه كده برضه الدعم برضه يعني في الرغيف برقم كبير، رقم عالي، برقم كبير. صحيح. تمام. فهنا هو زي ما حب، هو حب طبعا يطلع من الموضوع، عايزه سنه سنه، بس الفكره الوقت مش مساعده ان هو يطلع من الموضوع واحده واحده مع الناس. تمام. فهو بقى لا طلع، احنا اتفاجئنا طبعا بالقرار النهارده من يومين، قال ان في احنا الدوله على استعداد نتحرك سعر الرغيف. رئيس الوزراء لما كان في اسكندريه بس مش فاكرين هو بالسرعه دي. بالظبط كده، ما توقعناش ان هو يعني النهارده الساعه 3:30 المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بيقول ان الرغيف هيبقى ب 20 قرش من يوم السبت اللي جاي 1/6. فطبعا احنا كاصحاب مخابز احنا بننفذ قرارات الدوله، لان احنا منفذين طبعا قرارات الدوله في توجهاتها كلها. خليني طالما بتكلم على برضو انا اتكلمت على المدعم يا استاذ خالد، وحضرتك اهل المهنه واهل الخبره، هل ممكن سعر الرغيف السياحي او ما يعرف بالعيش الحر اللي هو المفروض ان هو سكه تانية خالص عن المدعم، هل يتاثر بهذا الكلام ام ان هذا الكلام منفصل عن ده؟ لا اطلاقا، ملوش دعوه خالص بالقصه. يهمني التصريح ده بقى منك، وضحه لنا. لا خالص، الخبز السياحي سعره كما هو بموازين كما هي زي ما كانت طالبه الوزاره. انا يعني من موقع حضرتك بتوضح لنا الكلام ده. اتفضل. تمام. اتفضل. لا خالص، مش ما فيش لعب في اسعاره خالص، ولا حد يجي جنب سعره. سعره زي ما الوزاره كانت مطلعه التوجيه اللي هو كان بعد العيد اللي فات دوت، موازينه واسعاره. موازينه واسعاره، الرغيف اللي هو بجنيه ونص ب 75 قرش، ال 40 جرام وبجنيه ونص ال 80 جرام، سعره ثابت زي ما كما هو. لان يعني ما يجيش حد يضحك على الناس بكره يقول لهم معلش اصله زاد بقى اطلاقا. ده الكلام كله على المدعم. هو ملوش دعوه بالمدعم خالص، ده سكه تاني ورغيف تاني ورده تاني وقصه تاني. لا خالص، ملوش دعوه خالص، ملوش دعوه. لان الخبز السياحي ده بينتج من الدقيق 72%. احنا بنتكلم على الدقيق 87% ونص. حتى الخلط لو تم اللي هو ممكن يرجع على فكره الفتره اللي جايه، ممكن يتم ارجاعه شويه على فكره، اللي هو بتاع ال 20% اللي حضرتك مصرح بيه النهارده. بالظبط، ال 20% ممكن يتم ارجاعه شويه. لو تم حتى ملوش دعوه برضه بالسياحي. وهو الخلط ال 20% دول هيتموا بناء على ايه؟ الدوره احنا كنا بنصرف قبل كده في سنه 99 و2000 لحد 2007 بنصرف الدوره الشاميه اللي هي البيضة، وكان برضه بتيجي بنسبه الخلط 20%، بس كان فيها عيوب وتم تفادي العيوب ديت. ايه العيوب دي بقى؟ العيوب كانت الدوره البيضاء دي كانت في الحر بالذات كانت بتحل في العجين، بتخلي الرغيف سايح. اللي هي تخلي الرغيف، معلش استاذ خالد، مش متماسك وسامح، مش متماسك، وياخد اشكال كده مفلطح شويه مطول. بالظبط، لو متماسك هيدوره، انما لو هو بيخبزه وهو مش متماسك هيطلعه زي عيش. فكانت دي عيوب الدوره اللي هي الشاميه. كانت وخاصة في الحر، الشتا كانت معقولة شوية، متماسكة شوية. أيوة. حتى لما بتقلل لها العيار بتاع المية برضو متماسكة سنة، انما الصيف لا، جو حر بطبيعته. ولو انت يعني عايز العجين، يعني بمعنى في الشغل عندنا العجين عايز تخطف في الشغل بتاعه، ما يتركنش يعني. فبالتالي لو النور قطع عندك شوية او دروب حصل معاك او حاجة، كل اللي عندك ده باظ. كان الأول هو مش هيبوظ، هو هيطلعه برضو للناس، بس هيطلعه بايظ، مش هيعيش هيتاكل. غير مطابق للمواصفات. وكانت الدوره بتيجي برضه من عيوبها، كانت بتيجي في قلب الشكاره، احيانا بتيجي سليمه في قلب الشكاره. يبقى انت هتطحن عندك في المخبز المفروض تجيب مطحونه. وكانت بتيجي فيها اوالح، الشكاره فيها اوالح. فهم فطنوا ليها، قعدوا في فتره كده سنه 2006 2007 قبل ما تتوقف بسنتين كده. فطحنوا القمح مع الدوره، بقى يجي في شكاره واحده. تمام. ال 10% ال 20% بتقسم على الشوال اللي هو ال 100 كيلو. أيوه. كل شكاره فيها 40 كيلو قمح و10 كيلو ذره. تمام. ده الذره البيضاء اللي احنا كنا بنتكلم عليها الاولانيه اللي اشتغلناها الاول. صحيح. فلما قعدت دي كانت كويسه بقى، لانها بتيجي مطحونه مع القمح.
دي بقى دي اللي المفروض ترجع تاني لو بقت بنسبه 20% انها مظبوطه. مش دي مش الدوره دي بقى. ايه بقى الثانيه الاستاذ اتكلم عليها؟ مش الدوره الصفراء الشماليه الصفراء. امال ايه بقى اللي اتكلم عليها الرئيس؟ الدوره العوجه اللي يقول عليها دوره عوجه اللي بتاكل الحمام. هي الدوره الصفراء هي دي اللي يقصدها الرئيس. دي اللي هتيجي تاني. دي بقى فيها قيمه غذائيه مضافه مع القمح، ونسبة ال 20% مش هتأثر على هي هي ال 20% كل سكرة 10 40 50 كيلو فيها 10 تمام. كيلو تمام. وال 40 وال 40 كيلو قمح تمام دي اللي هي اللي هي اللي الرئيس قال عليها اللي هي هتيجي في المستقبل. امتى بقى؟ وجاي ترجع على فكرة حضرتك، لأن وجاي ترجع لأن مع تعديل سعر الرغيف احتمال ترجع لسبب الذرة برضو مش رخيصة، الذرة غالية، فعشان ولما وقفوها سنة 2007 لما الدكتور علي مصبحي كان في أول ولاية ليه وهو وزير وقفها بعد ما الناس اشتكت منها وبتاع، كان وقتها احنا بنصدر الذره تمام وكان القمح ارخص من الذره.